شوف الآن الوضع بالبصرة والنتائج اللي تمخض عنها، يبدو لي لم يعد الوضع فنيا متعلق بالجانب الفني بإتاحة بعض الخدمات. يعني هناك أبعاد سياسية، أنا لا أريد، يعني إحنا كوزارة مهنية لا نريد الخوض بالجانب السياسي لهذا الأمر، نتركه للمحللين، ولكن نوضح دور وزارتنا بهذا المجال. التحدي الأكبر أو الآخر أخوان، أنه لحد هذه اللحظة لحد اليوم لا يوجد لدينا، يعني لا يوجد لدى البصرة بديل حقيقي موجود لمياه الشرب في المدينة. يعني ما عندنا مجال إلا إدامة هذه القناة. هناك تأخر كبير جدا بإيجاد بديل لهذه القناة يؤمن مياه شرب لهذه المدينة العريقة في الجنوب. أود أن أوضح وأرجوكم أن ما تقطعوا هذا المقطع يعني في إعداد تقاريركم. شط العرب أخوان هو ممر ملاحي وليست قناة أروائية، هو ممر ملاحي تمر به البواخر والسفن وليس قناة أروائية، وبالتالي مسؤولية إدامة شط العرب وتعميق شط العرب وتنظيف شط العرب وتعميق شط العرب ليست من مهام وزارة الموارد المائية حتى نكون واضحين، وإنما وزارة النقل، الموانئ والبواخر إلى آخره، فحتى تكون الاختصاصات واضحة والواجبات واضحة.